مسافة 3000 كيلومتر في 9 مراحل بمشاركة أزيد من 100 متسابق، من بينهم أبطال العالم وذوي الخبرة في سباقات رالي داكار. لكن المستوى الفني للمشاركين الجزائريين ومهارات القيادة لديهم جعلتهم يستحوذون على المراتب الأولى في كل أصناف المركبات، أين عادت المراتب الأولى في أصناف السيارات رباعية الدفع. لفضيل علاهم دقناتي عبد الله وبالمصور محمد. الحمد لله كما بدينا من الأول نتحصل على المرتبة الأولى من أول مرحلة حتى الاخر مرحله، وحنا في المرتبه الاولى. سر النجاح تاع ورقلة هي احنا الاختصاص تاعنا في الرمله، كما نقولوا في الرمله. في اختصاص الدراجات الناريه تالق الدراج جيمي باركي عبد القادر على حساب بطل العالم الايطالي روسو. المرحلتين الاخيرتين السادسه والسابعه كان تنافس قوي، والحمد لله يا ربي وفقني. زعما اليوم الحمد لله اتاكيت لو ماكسيموم باسكو لو دوزيام في كاتيجوري تاعي كان بيني وبينه 1 مينوت. اما اختصاص الكواد كان من نصيب الجزائري مصطفى حمدوش. بعد هذه المسافات والمراحل الحاسمه في رالي الجزائر بتحديات الصحراء الجزائريه مع اجمل صور الرالي وامتع لحظاته دون تعليق منا. نبقى على